نشطت الصناعات اليدوية القائمة على استغلال المخلفات على أرض محافظة أسوان لتدخل في العديد من الصناعات. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المهرجان الأول للتمور بمحافظة أسوان. تزامنا مع انطلاق المهرجان الأول للتمور بمحافظة أسوان بمشاركة أكثر من 100 عارض، نشطت الصناعات اليدوية القائمة على استغلال مخلفات ونواتج النخيل على أرض المحافظة لتدخل في العديد من الصناعات التي تشتهر بها سيدات أسوان. يتم استخدام العرجون والخوص لصناعة الشنط المستخلص من سعف النخيل، إذ تختار السيدات السعف المناسب للقيام بعمل أشكال مختلفة تدخل في صناعة الشنط وحافظات الخبز وغيرها. إحنا بنشتغل على إنتاج وتدريب وتسويق الحرف اليدوية، بنشتغل على مخلفات النخيل منها العرجون منها الكرناف ومنها الخوص. إحنا بندمجه مع خامات تانية زي الجلد الطبيعي وزي الخيوط والكروشيه والخرز، وبنطلع منها منتجات زي المنتجات شخصية زي الشنط، ومنها المحافظ منها البورتفيهات، وفي منتجات خاصة بالديكور. احنا اشتغلنا حاليا في الهوية البصرية، تنفيذ الهوية البصرية على منتجات الخوص والعرجون، منتجات صديقة للبيئة. احنا اشتغلناهم بثلاث تقنيات مختلفة، تقنية الحرق على الجلد الطبيعي، وتقنية الدق والتأبيب، وكمان تقنية التطريز على القماش، وده كان بناء على طلب من المحافظة. انا شغلتي هنا بشتغل في الحرفة الخوص والعرجون، وكمان مشتركين بحرفة العرجون في مسابقة مهرجان النخيل. طبعا أسوان مشهورة بالنخل، وعندنا 3,600,000 نخلة، فكلها دي متبقيات نخيل، وإحنا بنستخدمها في حاجات شنط وحاجات منفعة. بنعمل إعادة تدوير لمنتجات النخيل، وإن شاء الله مشتركين في مهرجان التمور السنة دي. مهرجان كل سنة بتعمل في سيوة، بس إن شاء الله هيبقى في أسوان. هناك صناعات أخرى تنساب بين أيادي السيدات، منها الأحزمة والمحافظ الشخصية التي يتم تدعيمها بالخوص ونوع معين من الجلود، وتستغرق القطعة المصنعة من الخامات المتاحة ما بين يوم واحد وأسبوع، خاصة الشنط الكبيرة. سيدات أسوان شاركنا في العديد من المعارض، منها تراثنا وديارنا، حيث كان الإقبال كبيرا على المنتجات، إلى جانب معارض أخرى في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر. وفيما يتعلق بالتسويق، تبذل السيدات مجهودا كبيرا من خلال المشاركة في المعارض وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.